في أكثر من 40 محطة على المستوى الوطني تحتفل الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعيدها الأممي الذي يوافق الفاتح من ماي من كل سنة. الاتحاد الجهوي لجهة الرباط سلى القنيطرة بدوره عبأ مناضلاته ومناضليه، واجتمعوا بهذا الفضاء قرب منتزه حسان بالعاصمة الرباط حاملين 3 عناوين أساسية، وهي معبؤون من أجل الوحدة الترابية، مناضلون من أجل الكرامة العمالية، رافضون لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم حزب العدالة والتنمية إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار يعني الذي يجمع بين هذه يعني هذه الفعاليات، الحضور اليوم هو احتفال بالطبقة الشغيلة لما تقوم به من دور كبير على مستوى القضية الوطنية الأولى الوحدة الترابية، وكذلك في القضايا ديال الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. هو كذلك احتفال واعتراف وعرفان للطبقة الشغيلة لما تقوم به من دور على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلادنا والسلم الاجتماعي بلادنا، وهو كذلك هذه الوقفة هي وقفة لتقييم ما تم يعني تحصيله وإنجازه لفائدة الطبقة الشغيلة وكذلك لمسار الحوار الاجتماعي. هذه الاحتفالية أكد من خلالها أيضا الاتحاد التزامه بمواصلة النضال المسؤول والصادق سيرا على نهج المصداقية في الممارسة النقابية والنضالية وتبني القضايا العادلة والمشروعة. شوف الكرامة كيف تهان وكيف تداس وكيف بعض الباترون، ماشي كلهم، كاين بعض الباترونة مواطنين وكاين بعض المقاولات مواطنة، ولكن الكثير منهم دون المستوى المطلوب. كاين الظلم وكاين التعسف وكاين الإهانة وكاين عدم إعطاء الحقوق وكاين عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. السيد يخدم 26 يوم وكثر في بعض الأحيان يصرح ليه بالسيام 10 أيام، ملي تيكبر تيلقى مسكين فاتوا الكار، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الأجير وبالأجراء عموما ونجعلوهم في المستوى ديال المعيشي. ما تنقولوش غير شي زيادات ديال 50% و60% و70%، تنقولوا حنا الزيادات اللي تتراعي المعيشة ديال واش 2011 هي 2018؟ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سطر خلال هذه الاحتفالية مجموعة من المطالب المتعلقة بتكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفردية والجماعية مع ضمان حق الطبقة العاملة في التنظيم والتفاوض والاحتجاج والحق في الشغل والتغطية الاجتماعية والصحية وضرورة الزيادة في الأجور وتحسين دخل المتقاعدين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.